جامعة مؤتة فيها خصوصية عن باقي الجامعات، أولاً لرمزية المكان اللي وقعت فيه معركة مؤتة، ثانياً إضافة للجناح المدني اللي عندهم الجناح العسكري اللي بيدرب رجال الوطن ليكونوا قادة بالقوات المسلحة الأردنية. خلينا نشوف أكثر عن تخريج الجناح العسكري من جامعة مؤتة بتقرير نزار الصرايرة. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد حفل تخريج الفوج 25 من الجناح العسكري في جامعة مؤتة، وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تفقد ولي العهد طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة الملكية بنظامي المسير البطيء والعالي. أهالي الخريجين عبروا عن فرحتهم بأبنائهم من كوكب الضباط جامعة مؤتة الجناح العسكري بالتهنئة والتبريك لهم ولجلالة الملك، وحملوهم أمانة المسؤولية بالدفاع عن تراب الوطن والسير على خطى من سبقهم من الضباط. هذا هم النشامة، هذا هم نشام الوطن. أنا متقاعد من سلك القوات المسلحة الأردنية، ولي الشرف أن أكون أحد منتسبي القوات، وأبيت إلا أن يكون ولدي في سلك القوات المسلحة الأردنية. كل الشعب الأردني كل فدا جلال سيدنا. يا أبو حسين يا خيمتنا. نبني بعمان راية فوق أعلى سرية، ولا في وسط الكرك بشموخ قلعة عالية، كل ما هبتنا سايم البدو دحنونها عطر التاريخ أردن الحبيب الغالية. نبني عمود مزروع بجرش طول المدى، نبني ثروة بجبل عجلون حممها الندى، ولا لحن شروقي ولا لحن شروقي لما المفرقة ويجرني وكل شوق بالطفيلة يرد البلق الصدى. نادني عقباوي بشراع الأمل في مركبة، لو عزف عالسم سمية لحن تطرب مادب الكرم بمعان، والزرقة إذا ضيف اللي فات تكتب الدلة على فنجانها يا مرحبا. أدينا نحضر تخريجهم ونفرح فيهم، وبهني لكل الخريجين وببارك لكل الخريجين وببارك لأبو حسين. إيه صلوا على النبي يا ناس، صلوا إيه يا صلاة صلاتين، إيه يا صلاة احفظ الخريجين، إيه ها والثاني ترد العين. من أرض مؤتة مصنع الأسود، نزار الصرايرة لبرنامج أخبار الدار.